مرحبا اخويا، لاباس عليك؟ الحمد لله يا ربي يقبل كل شيء. الحمد لله. شنو تعمل؟ تجاره؟ نخدم في الصبابط الصناعي من صفاقس. انت حبيت تحكي على مشكل الصناعه والصبابط والحرف، شنو هي مشاكلكم اليوم بصفه عام؟ احنا مشاكلنا اليوم احنا في بلادنا ولينا سراق في بلادنا، مستعمرين اقتصاديا في بلادنا. احنا اليوم ما عادش نجمو نخدمو. كانك تخدم تلقى سلعه غاليه، تمشي للاسواق تلقى صباط رخيص يجيبوا لنا فيه من برا، من تركيا، من الصين، من اي، من الجزائر، من التهريب، البلاد كلها تهريب، البلاد غارقه في التهريب. احنا كنا نخدموا صناع، العباد ولات هاربه ولات تحرق، ما عادش قاط اليوم وين تخدم. علاش؟ بالسلع عرب كانت لاباس عليهم ويقاوموا في بلادنا، وخلصوا في ليزامبو، وخلصوا في السيناساس، ويخلصوا ويخدموا. اليوم جولينا نخدموا احنا ناس من برا، احنا ضعنا في بلادنا. احنا علاش قول ضعنا؟ بلادنا ما اهتمتش بينا. الحرفين صغار. انا صناعي ابن عن جد من صفاقس، نطلع حتى في تونس نبيعوا سلعتنا، ما عادش نلقاو كان في سلعه لامبورتي. احنا لو كان يهتموا بينا، وان شاء الله يكون سياده الرئيس يتصنت فينا، فهمتني؟ السلعه جايه كلها مهربه، اللي هي طيحت البلاد، عباد حرقه تموت في البحر. لو كان جينا نخدموا في بلادنا احنا، راهو العباد الكل تاكل من بعضها، احنا تشدنا الديوانه. انت في بلادك ما تنجم تخدم حد شيء، كل شيء سيقل يقول لك. يعني انا كل شيء نخدمه سيقل، ما عادش نعرف باش نخدم. تشدك الديوانه تفك لك كهربتك، وتشد لك سلعتك، وتعمل لك خطيه، اش مازلت فيك ما يتخدم. والسلعه من الدنيا مغزوه باللامبورتي، عليه؟ ليه سراق احنا في بلادنا؟ علاه مستعمرين احنا؟ وين زعما وين مول المالي البلاد؟ شنو المشكل اليوم نتاع الحرفه نتاعكم؟ شنو مشاكل؟ مشكلتنا احنا يلزم ينهضوا بينا شويه ويتلفتوا لنا. بلادنا عزيزه، اعطيني في هالبلاد شنو هو اللي ما عندناش تراه؟ مشكل تصنعوا وما قمش قاعدين تبيعوا. هذه ما عادش متلفت لها حد صنعتنا، ما عادش يجيونا احنا يجيو باش يشيو من عندنا. السلعه اليوم توصل بالتهريب للديارهم. كيفاش توصل بالتهريب؟ توصل لهم بالتهريب. السلعه كيفاش جات؟ زعما تتعدى من الحدود، زعما ما ثماش ديوانه، ما ثماش حرس ديواني، ما ثماش شرطه ديوانيه، ما ثماش الحرس، ما ثماش الشرطه. علاش يا ربي بلادنا كاين هذه نخسروها؟ علاش؟ عباد هاربه من البلاد، علاش؟ زعما علاش هاربه؟ ثم الجنه لبرا، تي ما الخدمه ما عادش ثما، والخدمه كي ما عادش ثما، علاش؟ ما بالتهريب. يا اخي وين عايشين احنا؟ احنا في سواق سياسية، متنا احنا، متنا سي، راني مش نعمم راني، لا، احنا بلادنا بلاد اقتصاد، السواق معروف على الصنعة. كان انت سامحني صاحب صنعة وكنت تبيع في صبابط وتصنع في صبابط سنوات وتقول هكا، انا صايحة فزاعة تقول فما بالك الباقي. يعطيك الصحة، أنا كي نقول صفاقس نقول تونس، نقول تونس زاد نذكر هذوما البلاد المعروفين بالصنعة. اليوم كنت تدخل أنت توا تبكي على بلاد، تبكي عليها، كنا نخدموا في بلاد، عباد ما عادش قادرة ولات. ما عادش قادرة بالله سامحني، أنت توا تجيب لي سيناساس وتجيب لي لقبضة، خدمني قبل، عمل لي لوكال، علاش تشد فيها؟ عمل لي لوكال باش نخدم أنا، تي تشد فيها أنا مانيش قادر باش نخلص، علاش؟ وأنت اليوم ينافس فيك الصباط اللي جايبينهم من التهريب؟ من برا جايبينهم مهرب، ماهوش يخلص في ليزامبو نتاعو. الفريب؟ الفريب والله ما نجمش نحكي عليها الفريب، احنا ولينا اسمع الفريب كانت قبل يعني تعين الزوالي. اليوم ولات سلعة لومبورتي أخلص من أرخص من الفريب، وكي تجي تمشي تشري السلعة النية اللي تصنعها تتكلف لك أغلى من صباط لومبورتي. صباط المواد نتاعو باش تصنعوه قداش يكلف عليكم؟ نحكوا كجلد ولا ما نعرفش كيك سوا نوع صباط. احنا نخدموا الجلد ونخدموا السكاي. اليوم أنت مش تاخذ سلعة نية، المترو كنا ناخذوا فيه ب 7000، أصبح ب 20000. والسباد اللي كنا نبيعوا فيه ب 10 و 12 دينار، نعطيك ثم بالديتاي. أصبح الصباط ولا ب 10000 فرنك. امبورتي. واحنا يتكلفنا صباطه ب 20000. منين مازلنا نجمو نخدمو؟ يقول لك لا لومبورتي خير من سلعتكم. يا اخي احنا السلعه يجيبوا فيها من برا، احنا تونس تصنع ما تصنعش، تجيب لنا في المواد الاوليه كلها من برا. يخليك هذا صباط تونسي. يا اخي شجعونا اعطيونا كيما عندهم هما، معامل انجكتي وكل شيء. احنا صناعه يدويه كثريتنا، ولا ثم صنعه بالمعمل صحيح، لكن ما مش لاقين روحهم. يا اخي تنحنا التهريب وترجع بلادنا عزيزه. هالبلاد علاش؟ راني انا نعرفها شكلها بلادنا. رحنا احنا بلاد صناعيه، رحنا كما قال الصحفي زميلكم، رحنا ما احناش كرايين في بلادنا. كرايين. احنا رحنا مالي البلاد والخدمه لينا احنا ابجل. احنا اليوم تو بين عياد عباد كريتها مريحه تحت السيسان، وعباد قاعده هربه من البلاد. علاش هربه من البلاد؟ ما لقاتش خدمه، واحنا مالي الخدمه. انا نجبت لو مثلا صنعتي، انا نحكي على صنعتي اللي هي صبابطيه، احنا صبابطيه ساهي متنا، المهم تلفت النحت، علاش تشد فينا الديوانه؟ علاش الديواني بالخاص يعس على يهودي في بلاده ويشد فيا انا مال صناعي انا؟ علاش؟ نعاودها نقولها، انا سارق في بلادي؟ مالكش انا سارق في بلادي. انت سكرت حانوتك؟
ما نخدمش انا مريح توا مريح اقسم بالله. لقيت ما لقيتش اللي كنت بيها يا ودي ما عادش ياخذوا فيها الصلاه. فلست بلغه اخرى سامحني. تنجم تقول غادم اللي فلست كي انا اذا شارج تقوى عليا مع صغاري ما عادش قادر انا باش نوكل صغاري وعيلتي. مش فلسنا والله كلمه فلسنا على الاقل تتقال. اما سي مشينا تحت الساقين. برشا كيفك قالوا لي هكا. مالي الخدمه؟ علاش يجيبوا في السلعه من برا عليه؟ نقول لك انا علاش انت ما حاولتش انك تطور؟ خاطر المشكله هذه نعرفوه صحيحه غرق السوق. علاش ما حاولتش تطور؟ بالله سامحني حتى كترويج زاد تحاول تلقى طرق جدر تروج المنتوج نتاعك. بالله سامحني انت تقول لي انا نروج انا كيفاش مش نروجها انا الصنع انا تكلف لي الصباط بسوم ويجيب وهو ارخص مني مجال المروج يجيب الشيخ من عندي انا هو يرقص الصباط المهرب رخيص ارخص من التكلفه نتاعنا احنا فهمني هو مازال ماشي يجي يا اخوانا الصباط احنا تزير كنت ياخذ من عندنا في السلعه من تونس برك الله كنت تتعامل معنا تو لومبورتي الدنيا ترد مضغوط كنت ياخذ في صباط تونسي تزير كانت تجي احنا نجيو نصبوا بها بالجمله يجونا تزير ياخذوا من عندنا ولينا تو تزير تجيب لنا في السلعه المربه من عندها ليبيا من عندها فهمتني في السنوات الاخرانيه ما عادش السوق غرق بالمنتوجات المهربه لا عباد هربت عباد هربت من البلاد علاش الصناعه نتاعها ما عادش لقيتها تقول لك انا نمشي للبلاد نمشي للاوروب باش نعيش وباش نرقى انا بلا هي اللي تسكنني وهي اللي تعيشني وهي اللي تقودني بصغاري وبلادنا ما عادش نلقاو فيها سعاده علاه الزعمه ما احنا غلطين ما هو منا احنا الشيء هذا احنا اللي عملناه لرواحنا البلاد كلها امبورتي غرقه في الامبورتي يا ربي زعما الديوانه مش متلفتت لهم شنو وين مصيرنا احنا رئيسنا يا ربي ان شاء الله نتمنى من ربي نقابل الرئيس امنيتي نقابل سيد الرئيس مش نقول لك انا كي مش نقول له راي بلادنا عزيزه وغاليه لكن احنا المحيطين بينا مش متلفتيننا نقولوا احنا رحنا ما احناش سراق في بلادنا وما احناش مستعمرين اقتصاديا احنا رحنا نجمو نخدموا كل شيء في بلادنا نجمو نعملوا كل شيء علاش نجيبوا في السلعه من برا عليه عباد عباد قاعده تموت عليه شنو ذنبنا ضرب ضربتين تشدنا الديوانه تفك لك سلعه دكتور علاش تفكنا في سلعتنا باهي فكيت لي سلعتي علاش تخطي فيها وعلاش تفك لي في كهربتي تخليها لي علاش والسلعه الدنيا مردومه قداش خطيت اخر مره مثلا والله انا الحمد لله يا ربي اما حاليا انا توا عندي شكون تشدت كهربته فهمتني ضربوه 24 مليون وعملوا معه 12 مليون والرجل هذا مسيكن اموره تحت الصفر شدته الديون ما شدوش ثلاثه مرات ايش خليت فيه انت هذا تونسي راه شنو شنو حياتنا الديون لازم تنظر لنا بعين الرحمه وتتلفت لنا لازمها تتلفت لنا يعيشكم عباد شكون مشي يشيلك مشي لك علوش شكون مازال قادر علاش ندخلوا حديث وحديث سمح ما كنتش نجم تكون مثلا تصنع شويه صباب تهزهم انت كيما قاعده فما منتوج تزير يجينا لتونس تهزهم انت لتزاير ولا تهزهم ليبيا ما كنتش نجم حتى مبادره فرديه انا قلت لك قبل تزير جيت تهز من عندنا انت علاش ما هزيتش مثلا تحاول تبيع انت مباشره شكون مشي نبيع مثلا لشكون مشي نبيع مش نمشي للتزاير الجزائر مش تاخذ من عندنا تصير فيك انا تبدا بلاد مغرقه بالامبورتي اللي تجيب لنا انا مش يمشيو هما مش ياخذوا من عندنا هما يجيو من الصباط رخيص وحنا نتكلف لنا الصباط الدوبل نتاع الدوبل السلعه النيه غاليه احنا هما السلعه تجي حاضره كيفاش باش يقابل ما يقابلش بعضه احنا يلزمها صحوه كبيره لازم الديوانه ترخص لنا في المواد الاوليه وتطلع الصباط اللي هو اللي اسمه جدا اغلى باش العباد يلزمها تجم تخدم على روحها في مهما ما يدير راهو يعيشك بفضلك انت يا ربي